بيناتنا بنعرف منيح انه المدرسه يعني تربيه على اكثر من صعيد، بس بيناتنا كمان تعودنا مع الوقت وتعلمنا انه الشباب والصبايا بالمدارس هن صاروا يلي عم يعطونا التوعيه، وهن يلي صاروا عم يعطونا نوع من التربيه كمان. اذا كان عندنا اي عادات سيئه واللي كثيره بلبنان على مدى السنوات، الشباب والصبايا الصغار بالمدارس هن يلي عم يخلونا نوعا، وان شاء الله نكون عم نستحي شوي ونقدر نكون عم نلتزم بتعليماتهم بعد ما يكونوا عملوا مشاريع كثير حلوه بالمدرسه. تنشوف تلاميذ جيسس اند ماري شو عملوا بمجال الرود سيفتي او سلامه الطرق. رح نحكي مع ريتا زيادة، أهلا وسهلا فيك يا ريتا. إلسا غصن كمان عم نجيس أن ماري، وسارة فرح أهلا وسهلا فيك. ريتا خبرينا من الأول، أول شيء ليش رود سيفتي؟ وفهمت إنه هيدي مش أول سنة، السنة الماضية كمان كنا مبلشين بهالمشروع، على أي أساس؟ أوكي، البروغرام بلش أطلقته اليو أن من 2011 ل 2020 وسموه The Decade of Action for Road Safety. هيدا البروجي بيهدف لشغلتين. أول شغلة توعية الناس وخاصة التينيجرز، لأنه بيصيروا بدهم يسوقوا، أنه يشوفوا المخاطر، نوعيهم على المخاطر اللي بالطرقات عندهم. تاني هدف هو أنه بدنا نشجع التينيجرز والشباب ليقدروا أنه الفكرة يلقطوها، وانه يقدروا يلاقوا مبادره، يعملوا مبادره ليظبطوا الوضع بلبنان. نعم. اوكي. هيك بيكون في يعني كلتشر معينه، بيكون في ثقافه معينه لسلامه الطرقات، بس بنفس الوقت بيكون في كمان مبادره لحتى ليكون بقيه الناس كمان عم يمشوا على نفس الطريق. ما بكفي انه نحن نكون ماشيين على الطريق الصحيح، لازم الكل يكونوا ماشيين على الطريق الصحيح، لانه اذا عم نحكي عن سواقه يعني الخطر بيجي من برا اكثر ما بيجي من عنا. يس اكيد. اوكي سو بدي بس اقول شغله، انه الاورجنايزرز تبع ذا بروجرام هن اللي بينقوا البلدان اللي فيهم يشاركوا، بيشوفوا حسب نسبة حوادث السير ببلدهم، وأكيد مبين أنه عندهم لبنان نسبة كتير عالية. إلسا، هون بلش البرنامج واخترتوا أنتوا كممثلين لهالبرنامج إذا فينا نقول، ولازم تبلشوا تنفذوا، كيف صار التحضير لإله؟ عملنا كذا ميتينج، بلشنا من أول السنة، وأول ما بلشنا طلع معنا أكثر من 20 بروجي. أنتوا مين؟ تلاميذ تلاميذ السكوند والباك، كل التلاميذ؟ لا 15 تلميذ. اوكي، كيف تجرى اختياركم؟ نحن انه يلي بده بفوت على هذا الجروب. واول ما بلشنا طلع عنا اكثر من 20 بروجي، بس بعد ما ناقشنا وتفاوضنا تم الاتفاق من كل اعضاء الفريق على مشروع واحد، اللي هو تقاطع بيت الشعار والربوه وقرنة شهوان. وأول ما بلشنا اجتمعنا كذا مرة مع الكوفاوندر تبع كون هادي، مدام جبران، يلي هي ساعدتنا لحتى نطور مشروعنا. وبعدين اجتمعنا كذا مرة مع رئيس البلدية لحتى نحصل على الموافقة الرسمية. وبعدين هون بلش عمل الليجل كوميتي، يلي هي لازم تجتمع حتى تحصل على الموافقة الرسمية. وكمان هون صار دور الفاينانشال كوميتي، يلي ما بنحسدهم على دورهم ابدا، هن كان لازم يجمعوا يلاقوا سبونسر. دائما هي اصعب شيء. كثير صعبه، يلاقوا سبونسر لمشروعنا، وهيدا ما كان هين ابدا. وبعدين بحب اشكر كثير اول سبونسر يلي هي ساعدتنا بكل تكاليف المشروع، شركه تايني بات مايتي، هي شركه كيترينج واورجانيك وهيلثي فود بالربوه، بنحب كثير نشكرها. سارة رح نحكي أنا وياك بعد شوي عن نهار التنفيذ، لأنه صار معكم كتير أشياء حلوة مثل ما فهمت، بس بالأول خبرينا أنت ليش اخترتي هالبروجي؟ يعني فهمت أنه كانت تقدري تختاري أي بروجي تاني بقلب المدرسة، ليش اخترتي هالبروجي بالتحديد؟ نقينا هالبروجي لأنه هو أول شيء حد المدرسة، وجبنا الستاتستكس من الصليب الأحمر قرنة شهوان، إنه في تقريباً 176 car accidents صاروا على هالطريق بسنة، هيدا يلي بلغون للصليب الأحمر غير يلي ما بلغون فيها. وهنيك التقاطع شوي سئيل، لأنه بيقطعوا في أربع تقاطع، سو دايماً بيكون في مشاكل في حوادث. خلينا نشوف فيديو عن يمكن شغلكم السنة الماضية والسنة. خلينا نشوف. إذا السنة الماضية كمان كان في شغل بهالإطار بس على طريق مختلفة. مزبوط. وين كنتوا السنة الماضية؟ بأنتيليس حد بوانتيور.
هون عم نشوف كيف صارت التحضيرات. صحيح؟ يس. ريتا، لأنكم أنتم تكونوا اخترتوا كمدرسة لحتى تكون مشاركة بها المشروع، كمان مسؤولية لحتى تقدروا تكونوا وصلتوا هالفكرة أو ما وصلتوها، يعني مش إنه هيك بروجي وعم نتسلى فيه. yes, بس أكيد. في فكرة لازم توصل ولازم تكون مثمرة. كان في نتائج على القليلة على الصعيد المحلي عندكم؟ يس، كان في نتائج، ولاحظنا نحن على وقت التنفيذ شفنا كنا تحت على الطريق، لاحظنا إنه صاروا السيارات عم بيبطئوا، لأنه مثل ما عم بتشوفي هلأ كانوا رح يفوتوا ببعض. سو عطت إمباكت، يعني عطت نتيجة. إلسا، شو بالتحديد يعني كان بدكم توصلوا؟ كنا بنحب نوصل. كيف الطريقة يعني كان بدكم توصلوا؟ كنا حبينا نوصلها بطريقة هيك مهضومة، خرج إنه كمان التينيجرز والأدولتس لحتى يفهموا فكرتنا مزبوط. وإنه استعمل إنه وصلنا وقفنا على الطريق وحملنا بانر، وكان في كتير عالم هنيك عم بيشجعونا، وكان في كمان كتير تناقضات إنه هذا الشيء طبيعي. وإنه وصلنا positive ونegative. إنه هلا عم تقولي إنه شيء طبيعي ولا من الأول فايتين على البروجكت وعارفين إنه راح يكون فيه؟ لا، إنه أكيد أشياء سلبية وأشياء إيجابية وأشخاص عندهم اعتراض وانتقاد وأشخاص مع. كنتوا فايتين محضرين على هالأساس. سارة، خبرينا عن نهار التنفيذ. أول شيء أي ساعة وين وكيف، كيف كنتوا محضرين الأشياء؟ أوكي، أول شيء بلشنا تنفيذ المشروع على 3 أيام May 6, 7, 8. وأول شيء عملنا سقنا بين بلدية بيت شعر وكون هادي تالكل يكون عارف عن المشروع، وتتساعدنا شوية البلدية بتنظيم السير وقت التنفيذ. فنحن دورنا كتلاميذ وقت التنفيذ، بما انه ما عندنا ولا سكيلز ولا نوها تنقوم بالشغل بايدينا، كان دور توعيه للسيارات اللي عم تمرق. فمثل ما قالت إلسا، قسمنا حالنا جروبس وحملنا بانرز وتنلفت انتباه العالم هن ومارقين نحن مين واللي عم يتنفذ هذا المشروع بالتحديد. وصرنا قسمنا حالنا تو جروبس، وصرنا بس على البريكس ننزل نحمل ذا بانر، يكون عندنا شي 45 على بريك المدرسه يعني، لانه ما فينا نقف ساعات المدرسه. كان عنا 45 minutes ننزل، كنا نزلنا على 3 days. so على 3 days كان وقت التنفيذ. فعمليا على الأرض شو كنت عم تعملوا؟ حاملين banners يلي بيقولوا أو بيعطوا كذا مسج، شو كمان؟ وكان في يكون هادي عم بالأجاف، الأجاف عم تحط الكات آيز والبانكارت تبعون. كان في علاقة مباشرة مع الناس المرئين أو بس؟ بلا، رح أحكي هلا عن الرياكشنز تتعرفي شو صار. اول شيء كان في نوعين من الرياكشنز، في كثير في عالم كثير انبسطوا بالمشروع وكانوا يدعمونا، هول اللي اصلا بيسوقوا منيح. مزبوط. كانوا يعملوا، هول حاطين السنتير بيكونوا. مزبوط. كانوا يعملونا ثامز اب او يقولونا يعطوكم العافيه ويصورونا مرات. وفي عالم كثير كان مبين انزعاجهم من العجقه اللي نحن سببناها، وهذا الشيء نحن كنا متوقعينه. بس يلي صدمنا هو الأجريسيف أتيتيود تبع بعض السيئين اللي فرجونا إياه. مثلاً أول نهار تنفيذ كانت البلدية حتى كونز تتفصل بين منطقة الشغل والطريق العام. ونحن البنات كنا واقفين ورا الكونز وحاملين ذا بانر، وكانوا ذا تيتشرز واقفين على جنب عم بيصوروا هيك. فبعدين بيقطع كاميون مبين إنه معصب كتير من العجقة، بيكسر عن السير وبيمرق بنص الطريق وبيشيل نص الكونز. فنحن البنات اللي كنا ورا الكونز إنه خفنا على جنب. يعني اي ثينك سو، لانه كان معصب. okay. فنحن خفنا. مشكله. فنحن خفنا، والمعلمات اللي كانوا معنا عملوا بانيك انه على شوكه رح يخبصنا. بس نحن هيدا المشروع عاملينه لهيك عالم ورح نضل نعمله لهيك عالم. وبس بدي اقول بعد يعني هون تاكدتوا بزياده انه انتم لازم تعملوا هالمشروع. على كل حال يعني في اشخاص معودين يسوقوا بطريقه معينه، اكيد يعني لحتى يكون عصب الشخص السائق هو تاثر بالمسج تبعه لكم لحتى يعصب. يعني ما مرق هيك مرور الكرام، تاثر حس حاله بلكي غلطان فعصب، فهيدي كمان وصلت مسج. طبعا الاشياء ما بتتغير بين دقيقه والثانيه، بتتغير مع الوقت ومع تغير الثقافه. بس بعد بدي زيد شغله، انه نحن مش كثير مبسوطين انه عزمتنا اليو ان انه تنفوت بهالمشروع، لانه هذا ببين شيء غلط عن لبنان، انه في كثير كار اكسيدنتس
وإذا نحن كتلاميذ مدرسة قدرنا نعمل هالقد إمباكت قوي ومشروع إنه بسرعة، بحس إنه المسؤولين عن الطرقات بحس فيهم يعملوا إمباكت كتير قوي ويزبطوا. ريت رح أرجع لعندك بعد هالمشروع اللي أنتوا حاولتوا توصلوا مسج، ما قدرتوا تغيروا ولا شيء بهالتقاطع يلي بيقدر يكون هو أصلاً سليم أكتر من هيك، بيقدر يكون هو سيف أكتر من هيك كمان. التقاطع يعني مش بس طريقة القيادة هي بس المشكلة، في أكتر من مشكلة رح يكون. أكيد اكتشفتوا أكتر المشكلة حتى لو كنتوا بالك بعدكم ما بتسوقوا هلأ، بس اكتشفتوا أكتر من مشكلة انتوا واقفين على هالطريق. yes. هون لمين رح توصلوا مسج واذا رح تقدروا تعملوا شيء؟ بوصل المسج لكل اللي عم بيسوقوا، لانه نحن عم نشتغل هذا الشغل for their safety. يعني مش عم نعمله انه هيك، نحن we have انه عنا هدف من وراء هالشغله، وبدنا انه هن ينتبهوا حتى يعني ما يسرعوا. وانتوا عم تضيعوا، يعني مش عم تضيعوا بس عم تعطوا من وقتكم وعم تعطوا من تركيزكم لهدف معين سليم لكم ولكل المجتمع. هيدا على كل حال شغلة كل المجتمع بده يكون متفق عليها، لأنه سيارة واحدة فيها تعمل مشكل، شخص واحد فيه يعمل كارثة بهالإطار. ألسا البلدية قد تعاونت معكم وشو اقترحتوا عليها لها تحسين الوضع؟ البلدية كتير ساعدتنا وهي دايما وقفت حدنا، ولو مش من وراها ما كان حصلنا على الموافقة الرسمية. وكيف ساعدتنا؟ إنه تجاوبت معكم، يعني كانت الشغلة هالقد بالنسبة لقلن شرطة البلدية رح تغير طريقتها بالتعامل، اقترحتوا عليهم شيء؟ ما اقترحنا معهم هيك شيء، بس سارة هي بتفيدك أكثر لأنه هي اللي كانت بالاجتماعات هون. شو سارة؟ أوكي، سو حكينا البلدية we met with them مرتين أو ثلاثة. فأول شيء وقت فسرنا لهم عن البروجيكت كتير انبسطوا فيه وحبوه، لأنه عن جد هالطريق خطرة وكتير عم بيكون عليها car accidents. فحكينا مع المسؤول عن الأرض هونيك، وهو ساعدنا نحكي مع رئيس البلدية ويقبل معنا أنه ننفذ هذا المشروع. بس إيه أكيد أنه لو ما البلدية ما كنا خلصنا هالمشروع بوقت هالقد سريع، وما كان عنا كتير وقت لأنه كان عنا a deadline. فأنه هن إيه عن جد ساعدونا، بدنا نشكرهم. طيب شو كانت الرياكشن لليو أن؟ او كيف كانت الايكوز عندهم؟ هني هو كومبيتيشن بين اكثر من وان سكول واكثر من وان كونتري. فنحن قدمنا البروجي ونحن ذا سكول تبعنا عملت بروجي على الارض، بينما غير مدارس عاملين فيسبوك بيجز او انه يعلنوا بالمدرسه وهيك. فانه بحس نحن تبعنا بحياتي امباكت قوي بعدكم ناطرين النتيجه يعني. ألسا بخلال تحضير، ومثل ما عم نشوف انتم منظمين حالكم يعني مقسمين المهام على الجميع، يعني هون كمان في هالشغل التنظيمي يلي كمان اخذتوا خبره فيه قبل ما تنزلوا على الارض. كيف كان؟ كان كتير حلو لأنه تعلمنا كيف أنه هيك منتعامل بجروب أكتر، وكل واحد كان عنده عمل مخصص ويلي بده بيساعد التاني وهيك. فأنه كان تجربة كتير حلوة وأنه هيك صرنا أكتر فريندز مع الأكبر منا. ريتا السنة الماضية كمان كنت بهالبروجي؟ لا لا، هيديك السنة كان في جروب تاني كمان كانوا من أعمارنا وراحوا اشتغلوا على الطريق. هي أنه عم يعملوا ممر آمن للمدرسة الرسمية تبع أطريس ليقدروا يمرقوا يقطعوا بأحلى ما تخبصن سيارة أو شيء. قد إيه أخذتوا من خبرتهم؟ أخذنا كتير لأنه هالسنة كتير تحمسوا تلاميذ ليفوتوا. كان العدد هالسنة بالجروب أكتر بكتير من هيديك السنة لأنه كان في حماس أكتر وانبسطوا أنه فيه إنيشيتيف هيك، وبيعرفوا أنه بعد كم سنة هني رح يصيروا يسوقوا. سو يعني تأثروا العالم. سارة بلشت تسوقي؟ لا سنت الجاي. كمان هيدا من الاشياء كمان المهمة انه الاهل يكونوا عارفين انه في عمر معين لازم الشباب والصبايا يكونوا عم بيسوقوا فيه، ما يبلشوا كتير بكير لانه بيكون عندهم كتير اشياء تانية يهتموا فيها ويركزوا عليها. فالتركيز على السواقة امر منه هين. مزبوط. صحيح؟ مزبوط. وضروري انه يكون الواحد حاضر قبل ما ينزل على الطريق، مش بس تكون هو بيعرف يسوق بس ليكون عم يعرف كمان اذا بيقدر قد ما بيقدر يتفادى الحوادث اللي بتسببها غير سيارات. اهلا وسهلا فيكم، شكرا لوجودكم معنا اليوم. تلاميذ جيس اند ماري، ريتا ألسا غصن رح بلش من هونيك، ريتا زياده وساره فرح. يا هلا مشاهدينا، وقف هلا وبنرجع منتابع الايف، اكيد مواضيع عديده بانتظاركم، خليكم معنا بعد هالوقفه.